طلع جائحة السنة مثل الولائي للعصا البيضاء للجمعية الوطنية للعصا البيضاء في هذا اليوم، نحن في إطار تكريم الناجحين في المسابقة الولائية لحفرة كتابية خاصة بالمكوكين. هي المسابقة الأولى على مستوى الوطن وفي فرقتها الأولى. عدد المشاركين في هذه المسابقة هو تم تسجيل حوالي 47 واحد، وبعدها حضر المسابقة 31 متسابق. يعني وكان نولي نعدد المزايا اللي اعطاها ربي عز وجل لحافظ القرآن الكريم من لا ننتهي. الحمد لله رب العالمين، يعني فئة المكفوفين بزاف ناس اللي تميزوا في حفظ القرآن الكريم. أدلوا على هذا الحفل تاع اليوم والتكريم تاع اليوم، الحمد لله رب العالمين. وكان علماءنا السابقين اللي حفظوا القرآن الكريم، كان معنا في لجنة التحكيم يوم السبت الأستاذ محمد إرشاد مربعي، وهو غني عن التعريف، إمام مسجد الأمير عبد القادر، والآن يؤم الناس في صلاة التراويح في مسجد في الجامع الأعظم. عندنا ثلة من الناس اللي حافظين القرآن الكريم من خيرة حفاظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى نجحت في هذه المسابقة القرآن الكريم. اجتهاد الفوز إلى مدرسة العمال وعاملات مدرسة المكفوفين باتنا وعلى رأسهم المديرة وجمعية العصاء البيضاء، وعلى رأسهم السيد المدير يمين شباع والأستاذة غالية، وإلى عائلتي وعلى رأسهم جدي وعمال. قد شارك في هذه المسابقة مختلف فئات العمرية من 10 سنوات، 100 سنوات إلى غاية 74 سنة. وهذا السيد من 74، السيد أحمد عكسة من بغرفار ولاية بتنا، حافظ لكتاب الله، تحصل على المرتبة الثانية في 60 حزب. كذلك عندنا 60 شاركت معنا 60 سنة حافظة لكتاب الله في مسابقة 60 حزب من مدينة باريكا. مجمع زيرتيب يتمنى لكم رمضان كريم.